هو هذا كلام يعني اللي قاله كله صحيح وسليم، ولما يكون هناك إنسان توفر فيه الشرط القوي الأمين يجب لمن هو ضعيف ولا يستطيع أن يقوم بالمهمة أن يترك المجال ليه، أنا ما يصحش الضعيف ولا اللي ما عندهش قدرة تحمل الأمانة أن ينافس شخص آخر بحيث يمنع من هو يمكن أن ينهض بالبلد ويرفع مستواها ويدافع، عنده قدرة على أن يدافع على أمته وينصر الحق الذي هو أتى به ويحمله. لا يجوز أن يعني شخص لا يقدر على هذا أن يعرض نفسه لهذه المسؤولية ثم تبقى بعد ذلك هي ملقاة على عاتقه ويحاسب عليها، هذا هو الأصل. لكني عندي اعتراض على الموضوع من أساسه، إيش معنى بس البلديات هم الآن اللي بدوا يحركوا عليهم ويديرهم انتخابات، والبرلمان مش ليه 12 عام، مجلس الدولة مش ليه أكثر من حتى من هذه المدة، هل يتولى مجلس في ليبيا هل ترك، إيش معنى البلديات؟ يعني أرى أن هذا المشروع هم باش البلديات اللي هي فيها ناس حتى نصف نصف 50%، لأن نحن ابتلينا قبل الانتخابات هذه بعمداء الله المستعان يدهم مع العدو اللي مع حفتر واللي مع الأمريكان واللي مع الطليان واللي مع الفرنسيس، هو يعدون أعداء لبلادهم. ما صدقنا تخلصنا من كثير منهم، موجود ناس ربما حتى زي ما قلنا حتى 50%، مش معنى أن بيحاولون 50% بيردون الناس الأولين اللي يبقوا 100% مع العدو. شو الذي يجعل يدعو وزارة الحكم المحلي أنها تستعجل الآن؟ سمعت قالوا في انتخابات في مصراتة مش عارف شنو، ما فيش إلا البلديات هي اللي يعني يطبق عليها القانون. أنا أرى أن وراء الأكمة ما وراءها، وهذه انتخابات الإعلان عليها ليس بريئا، ولذلك أطلب من الحكومة أن تبقي الأمور على ما هي عليه حتى تعمل لنا استفتاء على الدستور وانتخابات. هذا يجب أن يطالب به الناس بقوة، يوقفوا يعسكروا ويحتجوا ويقعمزوا قدام المجلس الرئاسي ويفرضوا عليه أن يصدر قرار بالاستفتاء على الدستور، ما دام البرلمان مستحيل أن يعمل انتخابات، لأنه لا يمكن أن يفرط في الغنيمة اللي هو الآن حيزها بالزنكي، ما عندهاش أي مهمة ولا مسؤولية، مجرد طاعة للأمريكان والطليان وأعداء الله والآن الروس الملاحدة، ما عندهاش أي مهمة، وتصرف لي ميزانية بالمليار. يعني هل تتوقع أن هذا سي يعني رئيس البرلمان عقيلة صح ولا غيره بيتنازل عن هذه المزايا وهذه الخصائص يشري بها، يشري فيها هذه الأموال المليار، يشري به في ذمة الأعضاء؟ الأعضاء ما عندهمش أي مسؤولية ولا أحد منهم يتكلم على حق ولا على باطل، غايبين عن التغطية، مش موجودين بكل، يتشرع ما يبي ويدير ما يبي ويمنع ما يبي، يحلل الأحرام ويشرع الربا ويزيد وينقص ويلغي المجالس، وهم كأنهم غير موجودين، لأن هو يعني المليار هذا يبشبش بيه عليهم وخلاص، سفريات وإقامات وكذا، وهم نحو يدهم من ربي، أعضاء قاعدين غير هيك وخلاص، ويطلع في القرارات يخرجها من مربوعته، كل الناس تعرف هذا، وليس هناك لوائح في المجلس ولا تطبق، هذا كل حد يعرفه حتى خاتم الطريق. والذي يدعم هذا البرلمان هم الأعداء، هم الأمريكان ومن على شاكلتهم، أما أهل الحق وأهل الدين وأهل ليبيا يعرفون أن هذا كله تزوير وكل هذا باطل. ولذلك فأقول لماذا ما جت المسألة إلا على البلديات، مجلس البلديات؟ أنا أرى أن هذه من أجل أن إذا كان هناك مجلس بلدي فيه نسبة من الخير ومن الصلاح وربما بيخدم بلاده، يبوا يقلعوه وبيجيبوا لكم ناس يعني على الوتيرة الأولى.